إذن للحديث عن هذه المعطيات وارتداداتها على الأوضاع الميدانية بشكل خاص في المجتمع العربي ينضم إلي المحاضر في علم الإجرام دكتور وليد حداد. مساء الخير دكتور. بالإمكان القول معطيات مقلقة، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها عن يعني انعدام الشعور بالأمن والأمان بالذات بين أبناء المجتمع العربي، وهذه المعطيات دكتور ربما هي معطيات مختلفة عن ما تنشر الشرطة وأيضا تتغنى به من يعني انخفاض الإجرام في المجتمع العربي. بالضبط على هذا الموضوع عفاف أنا كنت بدي أعقب. رغم انتقاد الشديد وعندي كثير ملاحظات ما يقال على البحث تبع دائرة الإحصاء المركزية، ولكن هو يعني يبقى بيعكس نوعا ما الصورة أكثر. وزارة الأمن الداخلي بتقول يعني تقريبا قضينا على الجريمة والعرب عايشين، يعني العرب اللي هون مثل المواطنين السويسريين، يعني من ناحية لا يتعرضون للعنف ولا للجريمة. فبالنسبة إلي هذا البحث يعني بيعكس الواقع ولكن ليس كل الواقع، بعكس معطيات وزارة الأمن الداخلي اللي قالت في ارتفاع في شعور الأمن والأمان وانخفاض في الجريمة. الأسبوع الأخير كان أكبر دليل هاي المعطيات كلها كذب وغير حقيقية، وحتى البحث هو ويعني لا يمت للمهنية بصلة. دكتور يعني مع الأسف الشديد أيضا هنالك معطى لافت ربما هو أيضا غير مفاجئ، ولكن الحديث بأنه النساء على مستوى البلاد يعني يشعرن بانعدام الأمان أكثر من الرجال وبالمقارنة مع الرجال، هل ترى أن هنالك من يعمل يعني بشكل مهني بشكل مدروس ويعمل برامج ربما ويخطط بناء على هذه المعطيات الصارخة؟ يعني ربما يكثر الحديث عن الجرم والجريمة ولا يكثر الحديث في ذات الوقت عن كل موضوع يعني الشعور بانعدام الأمن والأمان في الحيز العام أو حتى داخل البيوت. نعم حقيقة موضوع العنف تجاه النساء وتجاه الأطفال وتجاه كل إنسان يعني خلينا نقول ضعيف هو بالمجتمع الإسرائيلي هو أكثر، يعني حتى تجاه الناس المسنين تجاه النساء. موضوع النساء باعتقادي يعني بالمجتمع العربي والمجتمع اليهودي وجود جمعيات وجود مؤسسات تعنى بهذا الأمر ودائما مطروح على الطاولة، يعني موضوع يعني واضح، لأن حتى الإعلام لما بيصير عنف تجاه امرأة نتيجة يعني عنف داخل العائلة اللي أدى لعنف تجاه امرأة أو تقتل مع الأسف، ولكن الإعلام مهتم بهذا الموضوع ويوضع على الأجندة كان بالمجتمع الإسرائيلي بشكل عام اليهودي وأيضا بالمجتمع العربي. باعتقادي المجتمع الإسرائيلي كما تعلمين هو مجتمع عسكري بامتياز، وبالتالي يعني يجب أن لا نتفاجأ من العنف تجاه المرأة، يعني خلينا بمعزل عن القضية الحقوقية والسياسية، العنف تجاه المرأة بالمجتمع الإسرائيلي هو يعني عنف خطير نتيجة وجود مؤسسة عسكرية اللي هي بالمناسبة تبيح حتى ليس فقط العنف، يعني مش العنف الجسدي وايضا العنف الجنسي، يعني كم من الاعتداءات الجنسيه والاغتصاب. فقط بالاسبوع الاخير كان في يعني محكمه لاحد الضباط اللي ادين في كميه مخالفات جنسيه بداخل الجيش. فبالتالي يعني المؤسسه الاسرائيليه هي تدفع ضريبه المؤسسه العسكريه اللي هي مسيطره ومهيمنه على المجتمع الاسرائيلي. صحيح. طب دكتور يعني دائما مع الأسف ما نكرر هذا السؤال وربما لا يوجد تغيير فعلي وملموس على أرض الواقع، ولكن بناء على هذه المعطيات الصارخة بناء على شعور انعدام الأمن والأمان من كل فئات المجتمع، ما هي الحلول التي يجب تطبيقها بشكل فوري؟ والسؤال أيضا يعني الآن نحن متجهون إلى انتخابات، ولكن يعني هل هنالك من سيهتم بشكل أساس في هذا الملف أم سيبقى أيضا موضوع ربما يعني يتم إدراك في الحملات الانتخابية؟ يعني بالحقيقة هو موضوع غير جذاب ينحكى عنه. كان إذا بنحكي على صعيد المجتمع الإسرائيلي بالانتخابات قليل جدا، يعني ما بتلاقي عضو برلمان أو حزب اللي يقود الانتخابات بيحكي عن موضوع مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع الإسرائيلي. الآن بالمجتمع العربي نعم حدث تغيير بالسنوات الأخيرة، إنه الأحزاب العربية بدأت تتحدث وبجدية عن هذا الأمر نتيجة إنه شافوا إنه الشارع عم بيطالب ينحكى عن هذا الأمر، ولكن هي ليست نوايا جدية. يعني بالانتخابات الأحزاب العربية لا تأخذ الموضوع بجدية. بالمجتمع الإسرائيلي بشكل عام هذا موضوع غير مهم، النقاش هو على غلاء المعيشة على كثير من الأمور الاجتماعية حتى هي مش سياسية. الآن أنا أعتقد أن المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع عنيف ومجتمع يقدس العنف بغض النظر عن الآراء اللي بتسمعيها الليبرالية وكذا، ولكن هو مجتمع عنيف في بنيته الأساسية البنية العسكرية. يعني لاحظي بالمجتمع الإسرائيلي الإنسان اللي لا يخدم بالعسكر أو بالجيش اللي يرفض العسكر هو منبوذ ومكروه. بالتالي يعني من يرفض يقول انا ما بديش حرب بديش اكون بالجيش وينبذ بالمجتمع الاسرائيلي. فمن هون العنف هو متجذر ولكن لا يتحدثون عنه. من مره لمره في هبات عندنا يعني بيحكوا هيك بشكل هاي، ولكن مش موضوع اساسي.
المجتمع العربي فقط بالسنوات الأخيرة. وأقول لك بصراحة يعني شفنا السنة كان اللي حزب عربي كان مركب أساسي بالحكومة وانحكى على خطة لمكافحة الجريمة. ماذا شو سمعنا خطة غير تصريحات ووعودات؟ انتهت الحكومة وأنا من أولها قلت لن أعور على هذه الخطة. يعني الطروحات غير جدية، هي فقط الاستهلاك الإعلامي. نعم، مع الأسف يعني تقرير تلو الآخر، ويبقى الوضع على ما هو عليه. نتأمل على الأقل أن لا يعني تتفاقم هذه القضية ويتغلغل أكثر أو يتوغل الجرم والإجرام في المجتمع العربي. دكتور وليد حداد المحاضر في علم الإجرام، جزيل الشكر لك على هذه المداخلة.